هذا الدخول عنده واحد الميزة خاصة. أولا كيتسم بالعناية اللي كيوليها صاحب جلالة نصره الله لهذا المنظومة، وهذا الشيء الحمد لله شرف لنا ودعامة قوية لنا باش نقودوا هذا الأوراش بنجاعة، والحمد لله يمكن يقول لكم بأن الحصيلة جد إيجابية. صاحب جلالة نصره الله ترأس حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للدخول الدراسي 2019-2020، وهذا أكبر تحفيز لنا وأكبر دعم لنا. سيدنا الله ينصره في الخطاب الملكي أيضا أعطى أهمية قصوى للمنظومة التربية والتكوين بطلب الحكومة لتعميم التمدرس، وأيضا جعل التكوين المهني في محور النموذج التنموي الجديد. أيضا كانت مناسبة بالنسبة لنا لتقديم ما تم تحقيقه من الأوراش اللي ملتزم بها أمام صاحب جلالة السنة المنصرمة، والأوراش راه لاحظتوا تقدم الهائل في التعليم الأولي، في برامج الدعم والحماية الاجتماعية، في إحداثات ديال المؤسسات، 133 مؤسسة اللي تم فتحها هاد السنة في إطار هاد تعميم التعليم. واليوم يمكننا نفتخروا كوطن على التقدم الكبير والهام اللي وصلنا له، أكثر من 99% ديال تعميم التمدرس على المستوى الابتدائي، أكثر من 90% في الإعدادي، و 70% تأهيلي. وحنا الحمد لله سنة بعد سنة كنحدثوا هاد المؤسسات وباش نستجبوا للطلب ديال جميع المغاربة. التعليم هو حق لجميع المواطنين، ولا بد المواطن المغربي أينما كان، لا في العالم القروي لا في المناطق النائية لا الجبلية، خاصنا لابد نقدموا له الخدمة العمومية ويكون المرفق العمومي في واحد الفضاء، واحد المستوى ديال تفتح ديال النجاح، وهذا الشيء اللي كان نطلبوا به. أيضا هذا الدخول الميزة ديالو هو غادي يعرف تنفيذ مقتضيات ديال قانون الإطار اللي عشتو معنا السنة المنصرمة، الأشغال اللي تمت في البرلمان، والحمد لله كان واحد التعبئة جماعية ديال جميع فئات المجتمع حول هذا القانون الإطار اللي بالنسبة لنا هو إطار تعاقدي ملزم على الجميع، لأن القضية ديال المدرسة هي قضية مجتمع، هو مشروع مجتمعي محض، ماشي مشروع ديال الحكومة في حد ذاتها. لهذا غيكون إن شاء الله عندنا المناسبة لتقديم هذه الوثيقة، هذا القانون الإطار، واليوم بعثناه بهذه الوثيقة لجميع المؤسسات التعليمية، لا على المستوى التربية الوطنية ولا التكوين المهني ولا التعليم العالي، وغيكون عندي واحد الجولات ميدانية باش نزيدوا نعرفوا ونخلقوا تعبئة ديال الأسر وديال المجتمع المدني وديال الفاعلين التربويين حول هذه الوثيقة. أيضا مناسبة هذا الدخول هو هذه الحصيلة، فين حنايا، فين وصلنا، واش تجاوزنا الأعداد ذاك الهدف اللي كان مسطر السنة المنصرمة أم لا. والحمد لله كما قلت حصيلة جد إيجابية وكتعطينا قوة أكثر باش ننزلوا للميدان. وهذه السنة بغيت نخصصها لواحد الأعداد كبير الجولات باش نتقاسموا هذوك الفاعلين التربويين في الانشغالات اليوميه ديالهم، باش نكبوا على الواقع الميداني، وهذا هو اللي ان شاء الله غادي يكون من الاوراش المهمه. هذا الدخول يمكن يقول لكم حسب اللي طلعنا من الميدان داز بواحد الظروف جد سلسه، وهذا واحد ارتياح مهم. كاين بعض المشاكل ديال بعض المؤسسات اللي باقي ما وجدوا، غادي يوجدوا من دابا واحد الشهر، كاين باقي مشكله الاكتظاظ في بعض المؤسسات، ان شاء الله غادي نداركوا هذا الامر، لان حنا بصدد التوظيف واحد 15000 استاذ ان شاء الله في شهر اكتوبر نوفمبر. واللي بغيت نطلب منكم هي تساعدونا، هي تخلقوا معنا هذا كسب الثقه وارجاع الثقه، وهو تغيير الصوره ديال المدرسه المغربيه عند المواطنين وفي المجتمع المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.